هنا كيف كتشوفوا كاينين عقود عمل اوفر دومبلوا اجور 27 ماي 2021 كاينه 85000 منصب شغل اليوم 27 ماي 2021 في جميع مناطق كندا، ولكن غادي نركز لكم على كيبيك. علاش كندا كلها كنصحكم، ولكن كاين شي امور واقعه في كيبيك حاليا. كاينين نقص حاد خطير وكبير في الناس ديال الطبخ، النقل، الصحة، التعليم، وهاد مربين الأطفال ولي سودور وداكشي. ولكن الصحة والطبخ، السياحة، لوتيلغي وما شابههما ما جاورهما بالمعنى، كاين نقص كبير جدا وخاصة في كيبيك. ونزيدكم حاجة، كيبيك الناس اللي عارفة هادشي شوية في هاد القانون الهجرة وفي في هاد الارعاش يعني الموارد البشرية، رئيس وزراء طلب رفع اعداد ديال المهاجرون من 47 الف هاد السنة الى 64 الف. هادشي اللي كنقولو دائما. غندخل لكم في الموضوع وراقبوا معايا. هذا كمثال اليوم هادشي. هاد الناس كويزيني كويزينيير من 15 18 دولار على 44 حتى 55 ساعة في الأسبوع. هذا راه عقد عمل، هذا راه تحط في كيشي امبلوا، يعني راه عنده لو ام تي، عنده كلشي، ما حطو المشغل الا وما لقاش. بهذا المعنى راه شرحت لكم شنو هو القانون وكيفاش لو ام تي. الناس اللي عندهم لونتري اكسبريس ممكن عندكم اسبقية، الناس اللي داخل كندا وعندهم وضع ماشي هو هذاك ممكن، والناس خارج كندا، اكثريه الناس خارج كندا هما اللي كيتلقاو هاد الامور هذيك. كويزيني 15 18 نشرحها لكم علاش وكيفاش وعلاش كيبغيو لي زيترونجي يعني المهاجرون اكثر في هاد الميادين هادي. نشرحها لكم باش تفهموا معايا مزيان. كيشي امبوا هو النيميرو ديالها، هذا ستا نيميرو ديالكم كورا، داز من المراحل ديال ان هاد المشغل راه ما لقاش لوكالمون يعني في المنطقه ديالو ما لقاش. اونتاريو هادي ما لقاش كويزيني طباخ، اذا كيلتجئ ديشو امبلوا باش يستقطب عامل مهاجر اجنبي. شرحت عليكم دائما اش كيطلب لونغلي فونكسيونيل. شوفوا معايا اوكان سيرتيفيكا ديبلومو غراد، ما كيطلبش شواهد، خاصو يكون عندك انت اجنبي هنا ما كيطلبهاش. اكسبيريونس هو كيقول لك اسيدي ما باغيش لك تجربه ما باغيهاش. هاي انا باش نتفاهموا، هذا خديتو كمثال. ها هو 27 ماي، ها هو تجربه ماشي مهم، كومبيتونس بارتيكوليير يعني شي حاجه، نيتوي لا كويزين لي زيسباس طراي، او سي سا، هذه اش كيطلب منك. كتكون مساعد طباخ، ماشي طباخ مساعد، كافي بيسترو يعني راك عارف شنو كافي بيسترو، مطعم وفيه كلشي. اش خص يكون عندك؟ تكون دائما موجود، تكون عندك عقليه مفتوحه، وتكون فيابل يعني يعتمد عليك. فوار كومون بوستولي، كتعمل لها بحال هكا. داخديتو كمثال، بارطاجي فوت سي في. هنا كتدخل خاص الناس تكون دائما مسجله. غادي نرجع للموضوع، ولكن شوفوا معايا واحد القضيه الله يخليكم. اهلا وسهلا مرحبا بكم. علاش بديت معكم بهذه البدايه؟ غادي نقول لكم جوج الحوايج. اولا الله يخليكم، الناس اللي كنشوف بعض المرات كنشوفوا في التعاليق ديالهم ان راه ما توصلش وسجل وما توصلش. اش غادي نقول لك؟ خاصك تغير من السي في ديالك، وتغير من الامور ديالك، ولا تتحاول اللغه ديالك، ولا الدبلومات ديالك ما كيتوافقوش، ولا اللغه، ودير اختبار اللغه، ولا تحسن من السي في ديالك. راه عندك شي مشكل في النموذج ديالك. هذه اولا. ثاني حاجه، راه الناس بالنسبه كاين شي ناس تعليقات كيقول لك بون هادشي ما عجبنيش ولا هادي. انا دائما اقولها، حنا القناه هذه راه قناه استشاريه اخباريه تشجيعيه، وكنعملوها باش كنعطيو الناس يقدروا يديروا هاد الامور لوحدهم راسهم. بهذا المعنى ما تحتاجش تخلص اموال باش تعملها. كاين شي امور خصك محامي ولا خصك مكتب، كاين شي امور بحال الامور تقدم على عقد عمل ولا تشغيل، اعملها راسك بلا ما تخسر فلوس. هذا هو الهدف ديالنا مجاني. لا تدخل، لان كاين شي متضلعين كيبغوا يهبطوا داك التعاليق ديالهم المعنويات ديال الناس اللي حنا كنحاولوا نرفعوها باش تعتمدوا على راسكم باش تحصلوا على عقد عمل. راه كندا بالنسبه لك انت جبل، راه ماشي جبل، راه ناس كتدخل، انت كتكتب ديك التعاليق ديالك انك راك غير متمكن،
راه شغلك هذاك بكل صراحة. الناس راه كتدخل هنا وحنا عارفين اش كيوقع، راه كنتوصلوا بالناس اللي كيتوصلوا، وكاينين سير دخل لي زوت فوروم وش حاجة غادي تشوف الناس كلهم كيدخلوا لكندا حاليا. نعم، ندخل معكم الموضوع. رئيس وزراء ديال كيباك، كاين واحد المشكل خطير في كيباك، خطير وي، لان ملي كتكون كيهدد الامن الغذائي ولا الامن السلامه ديال المجتمع، راه كنعطيو هذا النوع ديال الخطير وي. ما بقوش لاقين يد عامله في الطبخ، لوتيلغي، وسائقين شاحنات، والصحه. كاين واحد التنافس كبير هنا في كيباك، في كندا، ولكن في كيباك غادي نركز على كيباك. ما بقاوش لاقين الناس يخدموني في المطبخ. دخلوا شوفوا معايا الموضوع. انا كنتكلم معكم راديو كندا، بحال كتقولوا نتوما الاذاعه الرسميه ديالكم في البلد ديالكم. لا بينغي دو مان دافغ لو بروشان ديفي دو كيباك ابري لا بانديمي. الناس يقاري الفرنسيه غادي تفهموها، نترجم الناس اللي بالعربيه. نقص يد العامله غادي يكون تحدي لكيباك من وراء هاد الجائحة. ونزيدكم حاجة أخرى، حنا راه لو 28 غادي تحيد، غادي تفتح الاقتصاد ديال كيباك. شوفوا أونفان لا فان دو ديفي، دو ديفي 28 جور. لو 28 راه بدا كيحيد، المهم الاقتصاد كيتفتح بهذا المعنى، الحدود غادي تحل ديال كيباك، المطاعم كلشي غادي يبداو، غادي يبداو. حاجة أخرى، ها هي كيقول لك السيدي ما بقيناش لاقين لا بانديمي سومبل تيري على صفا او كيبيك. ها هي شي كنقول، انا كنتكلم معكم 12 افريل كسبوها تيري على صفا. المهم لا بانديمي، لا رولونس ايكونوميك طون اتوندي بوغي اتر رولونسي بار لامبورتونت بينري دو مان دوفر كي مي ا مال دو بون لو فونكسيونمون دو لا فاس ماجوريتي دي زونتربريز. هادي غادي نتكلم لكم على واحد حائما، حنا عارفين هادشي، واخا كنشوف انا بعض المرات شي الاكثريه ديال القنوات واحد القضيه ردوا بالكم، راه كيتكلموا من تركيا ولا من المغرب ولا من ايطاليا ولا من الجزائر ولا من كنظن تونس وي، وكاينين في ايطاليا واكثريتهم في تركيا. هادو اللي كيتكلموا في هاد المسائل ديال الهجره هما ما عايشينش في كندا وعمرهم ما عرفوش شنو القانون ديال كندا، كيعطوا اخبار زائفه. ردوا بالكم سيرتو الناس ديال تركيا. شوفوا اش قلت لكم، هذا حنا عندنا حزب محافظ في كيباك بصراحه، ما كيحبتش، لا يحبد، وما غنقولش لا يحبو، نستعمل الفعل لا يحبد، المهاجرون، دخول المهاجر، ولكن مضطر. كان باغي 47,000، دابا ولا باغي 64,000. il souhaite que la province augmente son seuil d'immigration en accueillant 64,000 immigrants par année. 64,000 مهاجر بلوتو كونفيرون 47,000 كوم لو بريفوا لو غوفرنمون دو فرانسوا لوغو اون 2021. فرانسوا لوغو هو رئيس وزراء ديال الكيبيك، هو حزب محافظ لا يحبد المهاجرون. هذه راه الله يعملها الناس اللي كتسمعوني. دائما كنقول لكم حنا عارفين اش واقع هنا، كاين شي متشائمون كيقول لك ولا وكورونا ولا رخص المهاجرون هنا، ما لاقينش الناس، ما لاقاش اعمال هنا، كاينين امور ما غاديش ندخل فيها، راه كل واحد والوضع ديالو هنا. انا كنتكلم لكم اش باغين، غنشرحها لكم مباشره، نعطيكم واحد ماشي سر، غنشرحها لكم وربما غادي تفاجئوا علاش ولا باغي 64,000. شنو المعنى؟ هي كورونا الجائحه ورفع من الاعداد. ثم ما تبانش لكم 64,000، راه 64,000 مهاجر فيه فيه كلشي، يعني العائلة ديالو كلها. كويزيني، لي كويزيني ما بقاوش لاقينهم، ها هم كنتكلموا عليهم. بلوزيور ريستوراتور اي اوتيلري ستورن فيغ لا فرانس بور كومبلي لور بريغاد اون كويزين. ها هي راه مشاو لفرنسا كيف عملوا ديال الملتقى ديال كيباك، كيباك اون تيت فرانس، عقلتو. ورغم ذلك ما قدروش يستوعبوا داك العدد اللي بغاو. إذن علاش كنقول لكم هاد المقدمة؟ قدموا حاليا، راه ما عندهمش الاختيار، ماتنو حاليا. أي مهنة غتقول لي كيفاش وريتكم، كاين كيباك، كاين أين إنديد، مهم غديرو كونيكسيون هنا، راني تكلمت عليه، غادي تدخلوا وتقدموا على العقود لي زوفر دومبلو محطوطين هنا في إنديد. ها هي راكم عارفينو كونيكسيون، وديرو ديرو كونت ديالكم، ها هو.
فتحوا كونت يعني اسم ديالك المسائل ديالك رقم سري وداك الشيء، وغتلقاو عقود ديال الناس الطباخه سائقين الشاحنات مربيات قدموه مباشره. خص يكون عندك دائما ما نكررهاش النموذج اما بالفرنسيه او بالانجليزي، وحطوا رقم التليفون بالكود ديال الدوله ديالكم الكود، حيت كيسهل على الار اش يتصل بكم. ثقوا بي وسمعوا واش كنقول. حاليا ماتنو هذا كيشي امبلوا تكلمت عليه، خصكم تفتحوا هنا تفتحوا حساب، ها هو ديروا حساب ديالكم انسكريفي فو، ومني تسجلوا راسكم غتختاروا هذا بازيك. راه كاينه حلقه خاصه به باش ما نرجعش وما نطولش ونعاود، ها هو غديروا كونت دو باز. الناس اللي عندهم اونتر اكسبريس سيرو كونت بلس، ها هو غادي ديروا دخلوا المسائل ديالكم باش ديروا كونت، ومن بعد ملي ديروا كونت غتقدموا على عقود العمل اللي شفتوا باش نتفاهموا. غادي نرجع للموضوع ديالي، العقود العمل راه كاينه، يعني هذه فرصكم كنقولها لكم. حنا مسؤولين على الكلام هذا، ماشي كلام من اجل الكلام. الناس اللي فيهم دائما شروط ماشي من والا، اللي فيه شروط نعم ماشي شروط تعجيزيه، تواصل. راه كاين سي مستشارين في قنوات يوتيوب ولا فيسبوك داكشي، راه درت واحد المدونه تويت، راه ما عندهمش البكالوريا وما عندهمش اختبار اللغه وكانوا كيولي مستشار قبل 2021. رجعوا التويت ديالي راه الصفحه ديال القناه. قانون 2021 غيروه دابا، ولا خص تكون عندك شي حاجه، خصك تولي كونسيي جوريديك ولا افوكا. كونسيي جوريديك خص تكون عندك دو ديبلوم ديتود سوبيريور في لا لوا في الهجره الجامعه 3 سنين وما فوق، ولا تكون افوكا. هي هذه القانون اللي ولا في 2021 2022 باش عرفوا، حيت كيقول لكم لا خصك اختبار اللغه تكون فيه 8، لا خصك تكون ويشي ميادين. هو براسو ما عندوش اختبار اللغه وما عندوش حتى البكالوريا. رجعوا للمدونه وشوفوها باش نعطيكم اش كيوقع هنا. علاش باغي هاد اليد العامله نشرحها لكم مباشره باش ما نطولش الفيديو ما يطولش بزاف. الشباب قلت لكم حلقه سابقه، والناس اللي كيشتغلوا في هاد الميادين سيرتو الطبخ وداكشي في موريال وغيرها ما بقاوش بغي يشتغلوا هنا، حيت كيشتغلوا ب 14 15 دولار الساعه. تفهموا الكره هنا غالي، عقليه ديال واحد كيبيكي ولا كندي ما كنهضرش على المهاجرين كيبغي يكري شي حاجه شي ابارتمون في موريال تكون سافا في المستوى، وكيبغي يعيش كيبغي يدير سكي كيبغي يدير يعمل الامور كيبغي يعيش. نكونوا واقعيين، ماشي بحال نفس عقليه ديال المهاجر كيجي خصو يكون راسو وكاين اللي كيبغي يساعد الاهل ديالو الله يكون في العون. كاين ماشي نفس عقليه، انت ما تمشيش دير السكي ب 1000 دولار هذا كمثال، وما غاديش تبدا دير اعمال وانشطه سياحيه بالالاف الدولارات وانت جاي تخدم على راسك وعلى الاهل ديالك. شوفوها باش نشرح لكم، ما بقاوش قادرين ان الثمن ديال 14 15 دولار ما بقاوش كيكفيهم. هنا الكره في موريال ولا ب 800 900 الف دولار غرفه حمام بسي صالون سي سا 3.5 كنسميوها حنا هنا 1000 دولار 800 900 لا لقيتيها. قبل كانت ب 600 700، من وراء الجائحه هذه السنه الضعف الكراء في موريال ولا انسيبورتابل كيف كنقولوا ولا مستحيل شويه. اذا هاد الناس قالوا لهم حنا 14 15 دولار ما نقدرش نكري بها انا باش نعيش وباش كيبيكيين، ما بقاوش بيخدموا. وصحاب لي ريستورون ما يقدروش يطلعوا لهم 20 دولار كمساعد مثلا كويزيني كناخذها، ما يقدروش لان انا طلع له السالير ديالو 15 ل 20 دولار خصو يزيد عليك انت في الاكل ديالك. انت كتشري غوبا يعني اكل ب 14 دولار خصك تولي تشري ب 24 ولا 20، اذا ما الناس ما تقبلش. اذا اش كيعملوا؟ تكلمت في واحد الحلقه شكون الحل؟ شكون يقبل 14 15؟ انتوما المهاجرون، الواقع هو هذا. مهاجر مغرب تونس جزائر اي، وكنصحكم قبلوا ما خسرتي والو. اذا اليد العامله نعاد تقبل وعندها الخبره وعندها وتقبل هذا الثمن هما المهاجرون. هذه امور سهله واضحه. علاش كنقول لكم قدموا حاليا كمثال؟ لان راه غادي يضربوا جبل. رجعوا لواحد الحلقه ديالي تكلمت في هذا الموضوع، الناس اللي متابعيني راه تكلمت فيه ملي قال لهم لوغو رفع العدد راه سامارش با، ما يقدرش يرجع ما يقدرش يرفع كيفاش نقولوا السالير ديال هاد الفئه ديال هاد المجتمع. ما نطولش عليكم، الحل بين يدكم.
هي عقود عمل لا بغيتوها في اي ميدان. هنخلي لكم هاد جوج روابط، وكنتمنى تفيدكم القناه بشيء راه فادت الناس اللي ما كيشوف ان ما فاتوش في شي حاجه. كنتمنى لا تشاهد القناه، اكمل سيرك، وشكرا لكم والى اللقاء.